اشبهها ربيض على الوعي. هذه حركات جاي على شغلك. بس يا سعيد افندي جاي على شغلك. وانت كمان رجع على شغلي. حركاتك ما بتمرق علي. مش قادرة، حس بدوخة. مش شغلي انا، معي اوامر. ما في عامل بيترك شغله قبل الدوام. بس امي مريضة. مش شغلة، رجع على شغلي. امي مريضة ورح ترجع على البيت، واذا مش عاجبك بدي راسك بالحيط. شلناش خلص ارتحت، راحت الدوخة. مش رح تروحي على الشغل. خلص ما بقى بيني شي. امي وجهك اصفر مثل الشمع، بدك تروحي على البيت. انا رح اعطي خبر للشيخ طلال، واذا ما شحطك انت وبدك من الشغل ما بيكون اسمي سعيد. خلص رجع على الشغل. مش رح خليك ترجع على الشغل. عم بتكبري راسي علي يا بنت الحرام. لا يا جنان، جنان شو عم تعملي؟ تضربيني يا بنت الحرام. انا بنت حرام يا بنت الكلب. لا جنان يا شيخ طلال، اجل بنت الوعحة ضربتني كف لانه ما خلتش امها تروح على البيت بوقت الدوام، وصارت تشبقني بالحجار. امي دايخة ولازم تروح على البيت. لا خلص بطلت دايخة، صرت منيحة، رجع على الشغل. ياسمين. نعم شيخ. روحي على البيت، وصلي ورجعي على القصر. شيخ ما رح تكحتنش؟ هذا شغلي. حاضر.